السلام عليكم. عليكم السلام. كنت ناسي وصل السماعه، قاعد بصيح عليكم وبقول ما حدا مجاوبني، شكلكم فاصلين، بس طلعت انا اللي فاصل مش انتو. يلا على بركه الله. دكتور انا بعتذر منك عشان امبارح. مين انت؟ صهيب؟ صهيب، قلت بالغلط. عادي ما فيش مشكله، حتى لو ضليتك ما في مشكله، بس انا كنت اسجل لكم المحاضره، بس ما بضرش، عادي يعني. حياك الله. بس أنا تصادف إني سجلتها بموعد المحاضرة، بس يعني بالغالب الواحد بكون مشغول بمليون شغلة ثانية يعني، فصدفة إجت بموعد المحاضرة، بس ما بضرش، عادي يا صهيب، فيش داعي للاعتذار، هاي حقك أصلا. حياك أنا الله. عشان كنت مضيع الرابط كنت أدور عليه، حتى محاضرة الاثنين ما حضرتهاش، طيب ما لقيته امبارح. طيب بسيطة، خلينا يعني انا بلشت بالشابتر الثاني اللي هو الاوبريتنج سيستم ستراكشر، وقلنا انه بدنا ناخذ فيه السيرفيسز والانترفيس، وتقريبا اول موضوعين لغايه سلايد 10 غطيتهن. اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا نبدا من اول السيرفيسز اللي بيقدمها الاوبريتنج سيستم، وقلنا شو هو، يعني عدنا تعريف الاوبريتنج سيستم شو هو. هو عباره عن البيئه اللي بتنفذ من خلالها برامجك، سواء كانت ابلكيشن سوفت وير او بروجرامز مكتوبه بلغه برمجه معينه. وبزودك الاوبريتنج سيستم بانترفيس، سواء كانت كوماند لاين انترفيس او جرافيكال يوزر انترفيس او باتش بروسيسنج انترفيس، او كمان بزودك بامكانيه انك انت تضع برنامجك تحت التنفيذ في طلب السي بي يو، زائد اي عمليات ادخال واخراج بتتم الى الكمبيوتر سيستم، الاوبريتنج سيستم هو اللي بيعمل لها كنترولينج وبالوقت المناسب وبحيث ما يصيرش عندنا كوليجن. الان طبعا انا رديت شرحت عن كمان سيرفيسز كثيره، مثل فايل سيستم مانيبيوليشن، الكوميونيكيشن، الايرور ديكشن، الريسورس الوكيشن، الاكاونتنج، بروتكشن اند سكيورتي، شو تعريف البروتكشن وشو السكيورتي وشو الفرق بيناتهم، وهاي الصوره العامه اللي انا بركز عليها. المنطقه اللي لونها ازرق الكل شايفها مش هيك؟ هاي الاوبريتنج سيستم، هاي البيئه، اعتبرها البيئه اللي انت بتعيش فيها. البيئه هاي شو بتوفر لك؟ بتوفر لك اول شيء اليوزر انترفيسز فوق، اول شيء اللي هي الواجهات التطبيقيه اللي بيحتاجها اليوزر. اليوزر ممكن يكون شغلتين، اما يوزر عادي هيومن، او ممكن يكون انذر بروسيس او بروجرام قاعد بيطلب من جهازك شيء معين. هذا اليوزر فممكن يكون الانترفيس اللي الانترفيسز اللي بتتوفر لنا جرافيكال يوزر انترفيس، الواجهات الرسوميه اللي هي عباره عن ايقونات، او كوماند لاين، او باتش بروسيسنج، انك تحط كل الجوبز تاعتك في ون وفي ون باتش، وتقول للاوبريتنج سيستم تفضل هذا الباتش تاعي نفذه. تمام. طبعا اللي شائع الان في كل الاوبريتنج سيستم الجي او اي، الجرافيكال يوزر انترفيس. طبعا ايضا الاوبريتنج سيستم بتيح لك تنفذ مجموعه من الاوامر اصلا لا تنفذ من قبل اليوزر، هي تنفذ بالسيستم مود، او بالكيرنل مود بسموه، اللي هي بسموهن السيستم كولز. شو بنسميهن؟ السيستم كولز. طبعا ايضا من الخدمات اللي بيقدمها او بوفرها الاوبريتنج سيستم، وكلها بتعيش بالمنطقه الزرقاء شايفين، سواء كانت الجرافيك اليوزر انترفيسز السيستم كولز، او
السيرفيسز الخدمات مثل خدمه تنفيذ البرامج بروجرام اكسكيوشن، خدمه الادخال والاخراج، خدمه الفايل سيستم مانيبيوليشن، الكوميونيكيشن بتوين بروسيسز اور بتوين ماشينز، طبعا في حاله انه يكون عندنا البروتوكول نازل، ريسورس الوكيشن، الاكاونتنج، الايرور ديتكشن، البروتكشن اند سكيورتي. هذول كليات للمنطقه الزرقاء، هاي المنطقه اللي انت بتعيش فيها، لكن انت مفصول عن المنطقه اللي تحت اللور لاير اللي هي الهاردوير، انت ما لك علاقه فيها، ما راح تشوفها. تمام شباب، عشان ما اعيدش المحاضره السلايدات، في حدا مش فاهم اشي او عنده سؤال على السلايدات من 1 لـ10؟ دكتور، الجرافيك يوزر انترفيس والباتش هذول كلهم سيرفيس مع السيستم كولز لا انتبه علي، هذول شو بنسميهن؟ يوزر انترفيسز. شو يعني يوزر انترفيسز؟ يعني واجهات التحاور. يعني انت لما تيجي تقعد ورا الجهاز وتشغل الويندوز، شو بيظهر لك؟ بيظهر لك الديسكتوب، صح ولا لا؟ يعني اللي بخاطب فيها الكمبيوتر. هاي الديسكتوب شو مكون من ايش؟ من ايقونات، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. هاي الايقونات عبارة عن رسومات، مزبوط ولا لا؟ اي عبارة عن جرافيكس. انت بدك تنفذ مجموعة من الاول، بدك تطلب من الجهاز، شو بدك تطلب منه؟ مثلا بدك تسوي فايل ملف، بتروح على الفولدر، تعمل رايت كليك، بتقول له نيو فولدر، على طول بطلع لك شكل الفولدر، صح ولا لا؟ وبقول لك سمي، اعطيه اسم اللي بدك اياه، مزبوط. هاي هذا تحاور فعليا، انت قاعد بتحاور المشين. بس مين اللي بتيح لك انك تعمل الفولدر هاب؟ وبعطيك الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هاي بيسموها الجي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، واجهه التحاور الرسوميه مع المستخدم. هاي احد الانواع. في واجهات ثانيه ممكن تظهر اللي زي اللي نفذناها، اللي بيسموها الكوماند لاين، اللي هي الشاشه السوداء هاي. ها وصلتك الشاشه السوداء؟ شايفها؟ هاي كمان تحاور. مثلا انا بدي اعطي امر للجهاز الان، اقول له اعطيني كل الملفات اللي عندك. هاي دي اي ار. دي اي ار معنى اختصار لكوماند اسمه دايركتوري، فهرسه. تمام. هاي تحاور، بس تحاور عن طريق الكوماند لاين. ايوه يا احمد، هسه بخليك تحكي. احمد السلمان، الباتش نفس الباتش. الباتش شو يعني الباتش؟ الباتش انك تحط كل طلباتك ها في مكان معين. شوفوا هذا عندي هون ملف، هيني ما اشير لكم عليه، شايفينه؟ هيو ها، هيني ظللته باللون الابيض، شايفينه؟ مات دوت بات. دوت بات، بات اختصار لباتش. شو يعني؟ يعني انا بحط مجموعه من الاوامر اللي متلاحقه وراء بعضها البعض للاوبريتنج سيستم ملف واحد. ومجرد ما كتبت الان هون وراء الكوماند هاد لاين كتبت مات، راح يتنفذ المات مباشره، لانه امتداده بات. والبات هو عباره عن ايش؟ باتش فايل. باتش فايل طبعا في بعض الاوبريتنج سيستم تعتمد اعتماد كبير على الباتشنج، يعني انه انت ايش كل الشغل اللي بدك اياه حط لي اياه على شكل باتش بروجرامينج، حطه على شكل برنامج. انا الان بدي عشان ما اروحش على الستارت منيو واشغل المات لاب، حطيت مجموعه من الكوماندز موجوده هون جوا المات. مجرد ما حطيتها على الكوماند منيو وضغطت انتر على طول بنفذ لي المات لاب. شوفوا كيف المات لاب تنفذ بدون ما اروح على الستارت منيو. طبعا هذا بسموه باتش بروسيسنج. هاي احد نقاط التحاور الاخرى اللي ممكن يوفر لي اياها الاوبريتنج سيستم. وطبعا لاحظوا لو اجيت نفذته من الستارت منيو مات لاب، اكتشفت انه بيطلع عندي بطيء، لكن لما نفذه عن طريق الكوماند باتشنج طلع عندي سريع التنفيذ. فهي شغل عندي الماتلاب. الماتلاب عبارة عن برنامج أنا بشتغل عليه الريسيرش تاعي الأبحاثي. فالآن هاي شغال، بدي أسكر الماتلاب، خلص هاي سكرته. الآن يفترض أرجع لشاشة التحاور، بدي أطلع من الكوماند لاين إكزيت. رجعت للمكان اللي قال الجرافيكال يوزر انترفيس. طبعا هاي اليوزر انترفيسز مهمة جدا، مهم جدا لليوزر عشان يقدر يستفيد من المشين. وصلت الفكره يا احمد؟ وصلت دكتور. في حدا عنده اي سؤال اخر؟ مرحبا دكتور، حياك الله.
بس عندي سؤال، شو هي ميزة الكوماند لاين؟ يعني انت جاوبتني قبل شوي يعني، نعم نعم بس انه شو هي ميزة الكوماند لاين؟ ليش بعدها موجودة مثلا؟ الآن نظام التشغيل أول ما بلش أو أقدم تقريبا القديم كان بيعتمد على إشي بيسموه الدوس. الدوس هو عبارة عن اختصار لكلمة ديسك أوبريتنج سيستم، تمام؟ تيجي أنت بتحط على السي دي، عفوا على الديسك. الديسك كان زمان قياسه 5.25، 5.25 ديسك عادي فلوبي قرص مرن، إذا لحقتوهن ما بدريش بتعرفوهن ولا لا، أو أقول لكم خلينا أوريكم إياهن، خلينا أوريكم إياهن على الإنترنت على أساس تعرف عن إيش أنا بسولف. ديسك فلوبي، فلوبي ديسك 5.25، هيو شايفينه أمامكم. هذا كان، هذا اشتغلت عليه أنا أول ما دخلت الجامعة، كنا نشتغل على عادة على 3M. هذا طبعا ظهرت أنواع 3.5 و5.25، كان بحطوا عليه الأوبريتنج سيستم اللي هو الدوس واللي عليه مجموعة من الأوامر. الآن لما أنت تضعه بالدرايفر بالمشغل وتشغل الجهاز، بروح يقرأ يعمل بوتينج من هذا الديسك ويطلع لك البرومت اللي احنا شايفينها الآن، البرومت اللي هي إشارة السي أكبر، كانت هيك بهذا الشكل سي دي سلاش، كانت تطلع هاي سي ال اس عشان تشوفها لحالها، شايفينها هاي البرومت اللي كانت تطلع. شو معنى هاي البرومت؟ البرومت هاي إشارة بسموها، يعني البرومت اختصار محث، إشارة المحث. شو يعني المحث؟ إنك بدك الآن تنفذ شغلة معينة على الجهاز. الجهاز ما كان فيه أي رسومات إطلاقاً، لازم تكون حافظ الأوامر حتى إنك تشتغل عليه وتنفذ برامجك. فكانت البرامج لازم تكون معمول لها كومبايليشن، محطوطة على شكل EXE أو كوماند. فكيف تنفذها؟ تكتب مثلاً directory star dot exe، أعطيني كل الملفات اللي امتداد exe. طيب directory هون ما فيش عندي، لو رحت على CD Windows خلينا نشوف إذا في عندي بالويندوز. عشان اتنقل بين المجلدات، شايفين؟ عشان اتنقل بين المجلدات بستخدم الاوامر. سي دي معناها تشينج دايركتوري، ام دي معناها ميك دايركتوري، سي ال اس معناها كلير سكرين. ممكن اجي الديسك كان لما نشتريه كان لسه مش مفرمت، بدنا نفرمته، فكيف كنا نعمل؟ كنا نكتب فورمات اي، اي هو الدرايفر. كل الشغل باستخدام الاوامر، ما كان متوفر اطلاقا اليوزر الجرافيكال يوزر انترفيس. معي اللي سال السؤال؟ معي ماشي معي معك دكتور؟ الآن الان هذا الدوس اول ما ظهر كان تقريبا 1.1 الفيرجن تاعه، طلع ل 2.11 زادوا فيه شويه اوامر ل 3.11، بعدين ظهر عندي فيرجن 6، بعدين فيرجن 7 وظهرت الجرافيكال يوزر انترفيس. والدوس هذا صار عباره عن شيء اضافي يضاف الى الجرافيكال يوزر انترفيس في حاله عدم توفر السيرفيس او الخدمه اللي بدك تسويها بالاوامر بالجرافيكس، بالكوماند لاين موجود. وبعض الاحيان حتى نعمل شيء بنسميه ننفذ بعض الاوامر القديمه اللي ممكن ما تكون متوفره بالويندوز، بستخدم الكوماند لاين، مثل امر اسمه تشيك ديسك، علما بانه الان متوفر، ما كانش مثلا متوفر بالويندوز ميلينيوم، لكن كنا ننفذه عن طريق الكوماند لاين. التشيك ديسك بفحص لك الديسك هل في خراب ولا ما فيش خراب، وين القطاعات التالفة. وصلت الفكرة؟ وصلت. إذا حافظوا على الكوماند لاين انه يكون متوفر معنا حتى بالنيو اوبريتنج سيستم او بالمودرن اوبريتنج سيستم. وهذا شغلة كويسة انه انا حافظت على القديم، والآن لو جي أعلمكم دوس بتقرفوا حالكم. ليش؟ كله أوامر بدك تحفظها، تمام؟ لكن هون الآن كليات جرافيكس أمامك وكل اتصال بالإنترنت، الوضع مريح، مريح ملايين المرات عن زمان، كثير مريح. تفضل يا عبد الحميد. تفضل عبد الحميد إذا عندك سؤال. غلبك. نعم دكتور غلبك، هسه اللينكس أنا بشتغل على اللينكس، هذا كله موجود باللينكس لحد الان؟ يعني كثير اشياء لازم تقدر يعني لازم انك تفوت تسويها من جوا،
من بدك تنتبه. اللينوكس، اللينوكس مصدر قوته الكوماند لاين اللي فيه. اللينوكس عبارة عن بحر من الأوامر، تمام؟ في جرافيكال يوزر انترفيس، يعني أنا بجوز شغلت لكم اليوبونتو المرة الماضية ووريتكم اليوزر انترفيس تاعه، يعني هسه باخذه بشغله بشغل لكم اياه. الأوامر اللي موجودة في اليونكس قوية جدا، تعطيك فول كنترول، فول كنترول اكثر بكثير من الويندوز على المشين تاعتك. مصدر القوة تاعته كمية الأوامر اللي بتتحكم فيها وبتصل لللو ليفل، يعني بتنزل شوية للهاردوير، بتقدر تتحكم شوي بالهاردوير. فهذا بعطيه نظام التشغيل، بعطيه قوة. الآن بدك تقول لي إذا بدك تعمل شغلة معينة باللينوكس، إذا ما بتعرف فاش بدك ترجع للإنترنت وتقول له مثلاً how to create مثلاً a folder in Linux أو how to do something in Linux. خليني أعطيكوا أو أشغل لكم Linux. خلينا نروح على ال VMware. أنا شغلت لكم يا قبل هالمرة، بس هو لو بدري كان شغلته، لو بعرف إنك بدك تسأل عنه، يعني لحسن حظكم إنه أنا هاي باور أون للفيرتشوال ماشين. طيب دكتور، بس أنا بستخدم مثلاً لينكس مينت، تمام؟ فتقريباً كل إشي لازم. طبعاً هاي عملية البوتينج، معلش بدي قطع عليك يا عبد الحميد، هاي عملية البوتينج للينوكس تختلف عن عملية البوتينج للويندوز. الويندوز ما بعطيكيش شو قاعد بيساوي، لكن اللينوكس قاعد بعطيك إنه بدخل على اليوزر وبحط لك السايزز وبحط لك كليرينج الأورفند آي نود واليوزر آي دي ومش عارف شو. المهم بعطيك شوية معلومات عن البوتينج. وطبعا بدك تستنى لانه بيعمل لودينج للاوبريتنج سيستم الان داخل الفيرتشوال ماشين. طيب اتفضل يا عبد الحميد، شو سؤالك مره ثانيه؟ اتفضل حميد. هاي يا شباب اليوزر، طبعا انا حاط عليه باسورد، بامكانك ما تحطش باسورد، بس يفضل اليوبنتو او اللينوكس بشكل عام في اكثر من نسخه، في الماندريك موف، في اليوبنتو، في الريد هات، في الريد روز، في المنت اذا انت بتستخدم المنت. طبعا كل واحد له يعني لانه اوبن سورس، كل مبرمجين العالم ممكن يطلعوا نسخه جديده من اللينوكس، لكن الاساس واحد. الاساس ولا توزيعات دكتور؟ نعم كلهم توزيعات صح. هاي الفول سكرين الان اوبن تيرمينال، هاي اوبن تيرمينال، هاي التيرمينال اللي هي الكوماند لاين تيرمينال. شوفوا هون بدل دي اي ار شو قاعد بكتب انا، ليست ماينس ال اي اي على اساس يعطيني او ليست ال اس ماينس اي ال اس ليست ماينس ال اي اي انا كتبتها. اوكي طيب هذا بعطيني الدايركتورز اللي موجوده. سودو مثلا روت، سودو معناه اني بدي اغير اليوزر تاعي الى سوبر يوزر. سودو روت مره ثانيه، كوماند نوت فاوند، خلاص هذا مش راضي هذه شغلنا الروت. بس انا ممكن انتقل ليوزر اخر باستخدام السودو. السودو زي تشينج يوزر، زي كانك بدك تقلب حالك من يوزر عادي الى سوبر يوزر، بس كاني اخطيت بالباسورد فمنعني غير لما اطلع مره ثانيه. على العموم هاي مثلا الكوماند لاين، بديش الكوماند لاين طبعا، اذا انا بدي اخذ معلومات عن كوماند لاين معين، مثلا باجي بكتب مان مثلا عن الكوماند ls مانيوال، على طول بعطيني مانيوال، ها مانيوال بشرح لي عن الكوماند شو بيسوي، وبشرح لي عن كل الاوبشن اللي ممكن تستخدمها، وزائد انه ايش بعطيك مجال للامثله، بشرح لك بالكامل. وبعدين كيو معناها اكسد، مثلا مان تي، امر التي
شو بيسوي تي؟ read from standard input and write to standard output and files. لما باجي بقول له الآن بقول له تي وبعطيه اسم ملف معين بقرأ الملف، بإمكاني أكتبه على ملف آخر بأمر واحد باللينوكس. شوفوا يعني أوامر مثل التي لما تيجي تقول له تي يعني بيختلف تماماً عن الأوامر اللي أنا بستخدمها بالدوس أوبريتنج سيستم أو بالكوماند لاين اللي بتوفر لي الويندوز. الآن بدي أطلع وبدي أرجع لليوزر انترفيس تاع اللينوكس. شوف اليوزر انترفيس على طول الايكونز المختلفة تماماً عن ما هو موجود في الويندوز. معايا شباب؟ معاك دكتور. عفواً أنا طلعت لأنه النت فصل. طيب على ما بعرف إذا سمعتني أو لا لما حكيت. سمعتك، أنا قاعد بشرح برد عليك يعني كل الشرح هذا ورد على سؤالك. طيب أي أسئلة أخرى؟ أنا جاهز. دكتور هسه في بس إنه سؤال يعني هو ما بتعلق بالمحاضرة بس إنه ما بتعلق بالموضوع بس إنه ممكن يتغير موعد المحاضرة أو لا؟ شيء صعب أو لا؟ يا شباب موعد المحاضرة إذا بدي أغيره راح يتعارض مع محاضرات أخرى. إذا يعني خلينا نقول أنا ما بديش أعطيك أقول لك غيب عن المحاضرات، ما بصيرش تغيب عن المحاضرات، لكن ممكن يحصل معك ظرف وهذا متوقع. إذا حصل معك ظرف وغبت عن المحاضرة، المحاضرة موجودة على القناة تاعتي تحت بلاي ليست اسمها CS 130، وأنا الديسكشن برفعه. يا شباب سكر المايك إذا بدك تخربش بورك، سكر المايك. برفع الديسكشن اللي إحنا قاعدين الآن منسويه زائد إني برفع المحاضرة، يعني بروحش عليك ولا إشي، بس أغير موعد المحاضرة معناه جيب لي موافقة كل الطلاب اللي هم 25 طالب، أنا بخلي لكم إياها الساعة 11 بالليل ما عنديش مشكلة. دكتور بس انه يعطيك العافيه يعني الله يعافيك يا رب. بتقصر انت دكتور، بس انا عشان موعد المحاضره بكون انا في الدوام، يعني حاليا يعني في الدوام. يا شو اسمك؟ شو اسمك يا شاب؟ عبد الحميد سموه. عبد الحميد اخوي، عبد الحميد الله يرضى عليك. انت سجلت صيفي وسجلت بشكل رسمي وسجلت في موعد المحاضرة. يفترض، أنت عارف أنه يفترض حتى وانت بدوامك على الموبايل تاعك بتقدر تفتح على مكتبك، إذا أنك كنت بمكتب تفتح الموبايل وتحط السماعات وتسمح المحاضرة، مظبوط ولا لا؟ ولا طبيعة دوامك ما بتسمح لك؟ هسه طبيعة دوامي يعني أحيانا بتسمح أحيانا لا يعني يا اخوي بالوقت اللي بتسمع احيانا بكون عندي ازعاج او كذا يعني. بس هاي عبد الحميد في سماعات تقدر تحطها باذنك وتشبك الموبايل وتحطه بجيبتك وبيضل شغال على المحاضره وبتسمعني. مش راح امنعك تروح على دوامك او تروح على مصدر رزقك، ولا يعني راح اضايق عليك. التعليم الالكتروني فليكسبل مرن جدا، وهاي مصدر الفليكسبيليتي فيه انه انت خلال الدوام وانت بالمطبخ وانت قاعد بتتغدى بتشغل هالموبايل. لعلمك انا حابس حالي بغرفه وقاعد بسولف انا وياك ومانع اي واحد يفوت علي، يعني انتم مور فليكسبل اكثر مني. يعني انا مش على الموبايل قاعد بلتقي معك، وقاعد بلتقي معك على ورك ستيشن 64 جيجا رام عندي، ما 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 عشان اوفر لكم محاضره تكون سليمه. انت الان حضورك للمحاضره ممكن يتم من اي مكان، ما فيش عندك اي اشكاليه. فتغيير موعد المحاضرة صعب، لكن أنا يعني إذا مثلاً فاتتك محاضرة، المحاضرة موجودة وخلينا نقول مش راح نكون يعني نلاحقك، إذا بس يفترض إنه زي ما بقولوها يعني إنك تجتهد على حضور المحاضرة. راحت عليك محاضرة محاضرتين لأسباب لظروف قاسية، ما فيش عندنا أي إشكالية. تمام تمام يا شباب، هذا الحكي مش لأحمد عبد الحميد لوحده، هذا الحكي للجميع. كل إنسان عندنا بصير عنده ظرف، ممكن تكون الإنترنت فصلت عنده، ممكن يكون خلص شحن البطاقة، ممكن يكون مليون ألف سلافي. لذلك الديسكشن والمحاضرات مرفوعة على قناة، بأي وقت بتقدر تحضرها، بس ضروري جدا
ضروري جدا تحضر المحاضرة، تحضر المحاضرة سواء كنت موجود معي أونلاين أو كنت لحالك، ما بصير لأنه جايك كويزات، جايك امتحانات، بدك تفهم شو السلافة اللي احنا قاعدين نسولفها الآن. الأوبريتنج سيستم مش تقول لي والله بدي أقعد أحفظ، لا احنا بدنا نفهم لأنه هذا تقعد تحفظ بالنص هذا زي ما هو حرفي أنا ما بقبلش، أنا ما بدي إياك تحفظ، أنا بدي إياك تفهم شو هو الأوبريتنج سيستم، شو الخدمات اللي بيقدمها، والعملي قاعد أنا بطبق أمامك عملي. يعني أنا مش مطلوب مني أشغل اليوبونتو ولا اللينوكس ولا أطلب مني أي حاجة، بس أنا هاي بتزيد فهمك للمادة وأنا بشوف أنها كويسة ومناسبة. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا تمام. أنا باعتقادي أبسط من هيك أمر ما فيه، يعني بدنا نبسط الأمور ما بدناش نعقدها. تمام دكتور. طيب وخلونا يعني بنكون صريحين مع بعض، الرحلة هاي اللي بدنا يعني نمشي فيها في الصيفي خليها رحلة فهم، لأنه احنا أنا عارف شو بصير بالكواليس بين الطلاب عند الامتحانات وعند الكوزات، فاحنا خلينا نجتهد نفهم المادة، يعني تفهموا المادة ولا العلامات أنا عارف كيف راح تيجي يعني مسبقا، لكن يا أخي استفيد مني اعتبر أنه الآن عندك أنا الأوبريتنج سيستم شغال، ما خليتش ولا نظام تشغيل إلا يعني تقريبا قديم وجديد إلا اشتغلت عليه، فاستفيد مني الآن، هاي فرصتك، لا تفكر بالعلامة لأنه أنا باعتقاد العلامة راح تجيك وراح تكون كويسة، يعني لأنه الأوبريتنج سيستم سهلة وممتعة وما فيها شركة تعقيدات. فالآن في حدا عنده كمان أسئلة؟ شباب وين البارتيسيبنت اللي عندي؟ 15 طبعا، المسجلين بالشعبة 25 والحضور 15. الحضور هيني شفتهم يعني استعرضتهم أمامي، أحمد حوامدة وأحمد السلمان وآية السعد وفرح طهات وهاجر محمد السلمان ورولا وأنور أحمد وخليل الحريري وصهيب هياجني وعبد الحميد سمور ومحمد عبيدات وميس وهنادي ووليد غزلات وأحمد أوكي رجعنا من جديد أوكي خلص، هذول هم الموجودين ولا أنا غلطان؟ تمام. طيب في حدا يا شباب عنده أي سؤال؟ ما بديش أزيد على المحاضرة اليوم أي حاجة، بدي هذول العشر سلايدات تحضر المحاضرة وهاي الديسكشن تاحن، وإذا في عندك كمان أسئلة هيني جاهز قبل ما أنهي السيشن بيني وبينكم. لا دكتور ما عندنا أسئلة، يعطيك العافية. مين اللي معي؟ ميس؟ آية السعد. نعم؟ آية السعد. آية السعد. آية إيش الاسم الثلاثي بالله؟ آية مصطفى محمد السعد. نعم نعم على بركة الله، ماشي يا آية، حكيت باسم الجميع أنت، خلينا يعني نشوف. طيب ماشي، مين يا شباب كمان في حدا عنده يعني في يعني موافقين آية خلاص يعني؟ الله يعطيك العافية دكتور. طيب على بركة الله، بدي تستمتعوا بالأوبريتنج سيستم، ما بديش تعتبروا عبء عليك الأوبريتنج سيستم، ضروري جدا يا شباب ضروري جدا تفهم الموضوع بشكل. الشباب اللي سكر المايك شوية خليني أحكي معك، الصوت مزعج اللي بتطلعه. الأوبريتنج سيستم مادة ممتعة وبتفهمك خلينا نقول شو اللي موجود أمامك، شو هالأوبريتنج سيستم اللي إحنا قاعدين نتعامل معاه، شو مفهوم الأوبريتنج سيستم. ضروري جدا جدا إنك أنت تفهم المادة، لأنه المادة هاي بتدخل معك بالماجستير، تدخل معك بالدكتوراه، تعتبر عمود فقري من أعمدة الكمبيوتر ساينس. فلا تجعلها رحلة إنها عبء عليك، لا احضر المحاضرة، أقعد أصفنها بشكل كويس، شوف شو بسولف، وإذا عندك استفسارات غامضة في كل مرحلة جهزها، وإحنا منسجل والديسكشن اللي بعديه من 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 نفتح المجال للأسئلة، وأنا مستعد
أخدمكم بعيوني، ما عندي شيء مشكلة، أنا متعتي بإنكم تستفيدوا مني بس. والله يعطيكم العافية، ونلتقي إن شاء الله منسجل ونرفع لكم التسجيل القادم بإذن الله تعالى. الله يعافيك دكتور. الله يعطيكم العافية، ونتمنى لكم التوفيق. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام.